تاني لزراعة العقل. احنا بعد ما رأينا العقل ري غمر، يعني ري يعني غمر شديد، مية متوفرة جدا، هنعمل بعد كده عملية التحضين. عملية التحضين دي للعقل عشان تنمو ان شاء الله بعد كده. جهزنا لا اي حاجة عندك في البيت، اللي هي عملية النفق الضبابي. عملية النفق الضبابي ديت بتبقى اللي هي زي صوب، زي صوب زراعية، كلنا عارفينها صوب زراعية، زي صوب زراعية بالظبط. دي عملية تحضين عشان تدفئة الايه للعقل. العقل بتاعتنا بتجيب اي حاجة بقى بنعملها، بنجيب ازاز من عندنا، ازاز بيبسي او ازاز مية، ونقصها من فوق كده متساوية زي دي كده، وبعد كده بنجيبها ونحطها على العقلة من فوق بس كده ونجلس. بنجيب الازايز ونحطها كده من فوق زي كده، عملية تدفئة للعقل عشان ايه تنمو ان شاء الله باذن الله، ونوريها لكم بعد كده في فيديو. هنسيب العقل ديك من شهر لشهر ونص، من شهر لشهر ونص عشان تنمو. بعد ما نحط العقل ديك وهنسيبها من شهر لشهر ونص، بنجيب برضو تربة ونحطها حوالين من حوالين الازايز كده عشان ايه مفيش اي هواء يدخل للايه للعقل بتاعتنا. ونحط كده ايه للعقد بتاعتنا تربه كده عشان ايه تبقى محكمه الغلق، ما يبقاش فيه اي هواء ولا اي حاجه، تبقى التدفئه عمليه التدفئه يعني تمام ومظبوطه ان شاء الله باذن الله. وبعد كده نبقى نوريكم العقد بعد ما تنبت وتجزر بعد شهر ونص باذن الله او شهرين، نوريها لكم. وبنحطها في مكان ظل عندنا جنب اي تحت اي شجره او كده، نبات مكان يكون ظل. والسلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسونا في دعمكم لنا. أخوكم صلاح فاروق.